قبل قليل تعرض الجنوب اللبناني لوابل جديد من الغارات الإسرائيلية. نرى تصاعد سحب الدخان مجددا، وبالرغم الحربية الإسرائيلية في هذه الأثناء، إذن كما نتابع ونشاهد هذه الصور التي منذ قليل، إذن قامت القوات الإسرائيلية باستهداف عدد من القرى الجنوبية. بلدة تبنين، وربما هذه الغارة في محيط قبريخة أو الصواني، لا نستطيع التحديد من هنا. هذه هي الأجواء، يعني منذ ساعات الفجر يعني كان هناك غارات متقطعة، لكن منذ بعض الوقت يعني الساعة 7:30 بدأت الغارات الجوية وبدأت جولة جديدة من هذه الغارات. يعني بداية جولة جديدة ترفضها الطائرات الحربية الإسرائيلية في هذه الأثناء، سلسلة من الغارات العنيفة بدأتها قرابة يعني 7:30. الآن يعني غارة جوية عنيفة استهدفت محيط كفر تبنيت، وكذلك هذه غارة جوية استهدفت مدينة النبطية. أيضا هناك سلسلة من الغارات في القطاع الأوسط، غارتان استهدفتا بلدة تبنين، وربما هذه الغارة في محيط قبريخة أو الصواني، لا نستطيع التحديد من هنا. هذه هي الأجواء، يعني منذ ساعات الفجر يعني كان هناك غارات متقطعة، لكن منذ بعض الوقت يعني الساعة 7:30 بدأت الغارات الجوية وبدأت جولة جديدة من هذه الغارات. يعني بداية جولة جديدة ترفضها الطائرات الحربية الإسرائيلية في هذه الأثناء، سلسلة من الغارات العنيفة بدأتها قرابة يعني 7:30. الآن يعني غارة جوية عنيفة استهدفت محيط كفر تبنيت، وكذلك هذه غارة جوية استهدفت مدينة النبطية. أيضا هناك سلسلة من الغارات في القطاع الأوسط. اعتبر مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن النداء المشترك الذي أصدرته الولايات المتحدة ودول عديدة أخرى لوقف فوري لإطلاق النار، وقف مؤقت في لبنان، يمثل اختراقا مهما. وقال المسؤول أن واشنطن تأمل في أن يؤدي هذا النداء إلى تحفيز الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة. أيضا بدوره قال مسؤول أمريكي ثان أن واشنطن تتوقع أن يقرر لبنان وإسرائيل في غضون ساعات ما إذا كان يقبلان بالاستجابة لهذا النداء.